باش مريضة؟ مريضة انا عارفه باش مرضت انا اصلا هادشي اللي نسيت فيه شويه ستريس. شنو قالوا لك عندك؟ عندك شي مشكل في الدم، عندك شي حاجه سلتيها وما عرفتش شنو في الدم. ودابا طلب لي 9 المليون. 9 المليون ديال اش؟ باش تشري الدواء. باش تبدلي الدم ولا باش تشري؟ لا باش يديروا لي الدواء باش نبدل الدم. ايوا اختي دابا. طيب شنو كطلبي انت يا امراه العام؟ تنطلب اختي خلص حيت هادشي تنتبنى. كطلبي من وزاره الصحه؟ نتمنى لهم تكونوا يعاونوني. تسمعنا المغسلين يعاونوني اختي هادشي مثلا تسلل الدم تنهزم وتنحط انا بلي ما تنقدرش نتكلم تنعيط. شكون اللي تيصرف عليك؟ تيصرف عليا اختي سي والله انا غير هجال وراه هجال اختي ما عندي لا كان يصرف عليا اختي. شحال الوقت دابا جيتي سميتي؟ جيت اختي نهار الاحد باقي ما جربت فيا لا دواء لا دار لي غير التحاليل ما نقول لك لا سيرو لا حتى شي حاجه دار لي حتى حاجه ولا وحده غادي ديال العروق صافا غادي تاع العروق تقولي صافي في الدو صافي وكان دير فيه الزبيدي الا ما لقيتيش باش تخلصي الدو شنو كيقول لك سويسي قال لك غادي يطلع لي داك الميكرو ويقضي عليا على الريو ها داك الميكرو بعدا ما تبقاش تنفسي. شنو كتلتمسي دابا؟ شنو كتلتمسي من وزارة الصحة ومن الرأي العام؟ والله غير يعاونوا اختي الله يرحم الوالدين بحال ضعيفة انتي بوحدك اللي مريضه بهذا المرض ولا كاينين شي ناس معاك؟ لا لا غير بوحدي كاين واحد البنت هي جات هي بحال بوك هي في الصاله هنا دارت العمليه وكاين واحد المراه دارت العمليه دابا كياكلوها مني. دابا هذيك 9 المليون ديال اش باش تشري الدواء ولا باش تصفي الدم؟ لا باش تشري الدواء. باش تشري الدواء ما عندي حتى مشكل في الدم عندي شي حد التهاب وما عرفتش شنو اللي جاري في الدم عندي في العروق. 9 المليون ما يمكنش غيعطوك الدواء 9 المليون الدواء راه كاين باقي جات السعود وحيدت لي الورقه البارحه والمنيه عندي مزيره خصني هاي اختي قلت ضروري تجيبوها لي باش نعالجها هاي قلت باش نعالجها اختي ما عنديش مهام كي ترى عا جالسه ما كاعش دابا ما نساو وبا في السكر وانا ما في السكر فين تسكني؟ تسكن في الصلاه شكرا مع فرصه